اذكر سوق من الأسواق الشعبية المشهورة في بغداد. والله بش مو مثل بلسم لا تجاوبين، خلي نشوف أستاذ ظافر شو تقول. سوق الكفاح. سوق الكفاح خطأ، لم يأتي في الاستبيان، هناك أسواق أهم أخذناها. شو تقول؟ الشورجة. الشورجة نعم، وهل هناك أعلى من سوق الشورجة؟ يا سلام. إذن أستاذ ظافر تفضل وفضل ست مهلة. الله يا عفية شجعوها. شجعنا. يلا سوسة أقول سوق الغزل. نعم سوق الغزل، خلينا نشوف. هذه السوق العربي. السوق العربي خطأ، أول خطأ. هسه يعني نشوف الأخت بلسم ايش تتذكر عن الأسواق وهي ما شاء الله أم الأسواق، مو لو أنا غلطان. يلا سوق السراي. سوق السراي صح. وسوق السراي فالسوق عجيب غريب، دي كتب وبي أجمل كبة، كبة السراي مو بلي. لذلك تذكرتي أنت. أنا أتذكر على الكتب أكثر. كتب وقرطاسية وكبة ونهلة. سوق السربادي. بالكاظمية سوق الاستربادي. مع الأسف خطأ. إي هو موجود بس بالاستبيان ما إجي. وخلي نقول أيضا من الأسواق الشعبية في بغداد. على فكرة ترى الكاظمية كانت سابقا مو من ضمن بغداد، لا هي ولا الأعظمية. خلي نشوف سوسة شو تقول. نقول سوق شلال. سوق شلال طبعا. وخلي نشوف هديل شو تقول. سوق الصفافير. سوق الصفارين نعم موجود. يبرح تبرح. باقي ثلاث احتمالات. انتو حرقوا ويلي، لأنه أستاذ ظافر مهندس ظافر رأساً ساقني بسوق الكفاح. خلي نشوف. ها تتبلسم شو تقولين؟ أنا أقول سوق المتنبي. سوق المتنبي. بلسم لا حمودي اسمش نسيتي. هسه سوق المتنبي لو هو اسمه شارع المتنبي. إذن خلوا نروح إلى الشالشي. والشالشي باعي شون كانوا متربصين المتربصون. المتربصون ماخذين 96 نقطة وانتو صفر. نبدي بمصطفى. سوق الرصافي. سوق الرصافي علي. شارع النهر. شارع النهر. شارع النهر. شارع النهر. عامر. شارع النهر. يقول عامر شارع النهر. خطأ. مبروك 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 للتربويات.